لكن خلينا في البداية نروح نشوف أهم الأخبار اللي كتبت عن النادي الأهلي في الصحف النهاردة ونرجع مرة تانية. مجلة الأهلي: يواجه بيراميدز في دور ال 16، عم الناس ينجو من مقالب الكاس، الأهلي يرد على مفاجآت الترسانة ويفوز بثلاثية. الأهرام: يصطدم ببيراميدز في دور ال 16 لكأس مصر، الأهلي يهرب من كمين الشواكيش بفوز صعب. الأخبار المسائية: الأهلي يكسر الشواكيش، شريف والشيخ يقودان الأحمر لدور ال 16 بكأس مصر بفوز مثير. الأخبار: الشواكيش يجرحون كبرياء الأهلي، الفارس الأحمر يهزم الترسانة 3-2 بصعوبة ويتأهل لمواجهة بيراميدز في دور ال 16 بالكأس. الجمهورية: فاز على الترسانة 3-2 ويواجه بيراميدز في دور ال 16 بكأس مصر، أهلي الشيخ يحطم الشواكيش. المسا: يوسف، المباراة كانت صعبة واستفدنا منها كثيرا. مجلة الأهلي: الأهلي في الجزائر 21 أكتوبر لمواجهة فوكس ستيف. الأهرام: الأحمر يتوصل لاتفاق نهائي لتمديد تعاقد مؤمن زكريا عامين. الخطيب يقترب من رئاسة بعثة الفريق في الجزائر وعدلي في ستيف 19 أكتوبر. طيب مجلة الأهلي: محمد شريف يفتح قلبه، البديل السوبر، لقب يسعدني ولكني أحلم بالفرصة الكاملة.